تضحية حلوة وبعد، يقول المثل الشعبي القديم على نفسها جنت براقش. فما قصة هذا المثل؟ أنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامجكم الحاكي، معكم من وراء الميكروفون سارة عبد الجليل عمر، ومعكم في الإخراج عياد العنزي. على نفسها جنت براقش هو من أشهر الأمثال الشعبية التي رددها العرب قديماً وتناقلتها الأجيال دون معرفة من هي براقش وكيف جنت على نفسها وكيف قتلت كلبة قرية بأكملها، وما هو سياق ضربي وتداول هذا المثل. يشار إلى أن براقش ليست امرأة كما ظن الجميع، بل هو اسم كلبة كانت لبيت من العرب في إحدى القرى الجبلية، وكانت تحرس المنازل لهم ليلا من اللصوص وقطاع الطرق، فإذا حضر أناس غرباء إلى القرية فإنها تنبح عليهم وتقوم بمهاجمتهم حتى يفروا منها. وكان صاحب براقش قد علمها أن تسمع وتطيع أمره، فإذا ما أشار إليها بأن تسمح لضيوفه بالمرور سمعت وأطاعت، وإن أمرها بمطاردة اللصوص انطلقت لفعل ما تؤمر به. ومرت الأيام وحدث ما لا يحمد عقباه، إذ حضر إلى القرية مجموعة من الأعداء، فبدأت براقش بالنباح لتنذر أهل القرية الذين سارعوا بالخروج من القرية والاختباء في إحدى المغارات القريبة، حيث كان تعداد العدو أكبر من عدد أهل القرية. وفعلا خرج أهل القرية واختبأوا في المغارة، بحث الأعداء عنهم كثيرا ولكن دون جدوى، ولم يتمكنوا من العثور عليهم، فقرر الأعداء الخروج من القرية، وفعلا بدأوا بالخروج من القرية. فرح أهل القرية واطمأنوا بأن العدو لن يتمكن منهم. ولأن براقش اعتادت توديع الغرباء بدأت بالنباح عندما رأت براقش أن الأعداء بدأوا بالخروج، وحاول صاحبها أن يسكتها ولكن دون جدوى. عند ذلك عرف الأعداء المكان الذي كان أهل القرية فيه مختبئين، فقتلوهم جميعا بما فيهم براقش. وفي رواية أخرى يقال أن براقش هي مدينة يمنية دخلت حربا وانهزمت فمات سكانها جميعا. وفي رواية أخرى يقال أن أحداث هذه القصة وقعت في المغرب. تعددت الروايات واختلفت حسب البلدان، لكن المثل يضرب للدلالة على وجوب التفكير في الأمور وحسابها قبل التصرف، لكي لا تعود على صاحبها بالضرر. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه الليلة. كانت معكم سارة عبد الجليل عمر لقلبكم السعادة. لا تنسوا الإعجاب والضغط على الاشتراك ليصلكم كل جديد.